وزير الصحة يؤكد أن مطالب الأطباء المقيمين أخذت بعين الاعتبار لتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية خلال لقائه بممثلية التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين. حصاد 2017 قطاع السكن يقطع أشواطا كبيرة بفضل برامج طموحة للقضاء على السكن الهش والفوضوي. وفي قسنطينة أكثر من 800 وحدة سكنية تسلم لمستحقيها. ولنا وقفة عند المؤسسة التربوية التي تفتح أبوابها خارج ساعات التدريس لتقديم دروس دعم واستدراك للارتقاء بالمستوى التحصيلي. أخبار الخامسة، أهلا بكم مشاهدينا أينما كنتم. بداية، وقع اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على قانون المالية لسنة 2018، وقد وقع رئيس الجمهورية على نص القانون بمقر رئاسة الجمهورية بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء الحكومة. ويتضمن قانون المالية لسنة 2018 سلسلة من الإجراءات التشريعية والجبائية الرامية إلى تعزيز الاستثمار المنتج وتدعيم المداخيل المالية مع الإبقاء على إجراءات التضامن الوطنية. كما ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا لمجلس الوزراء أدرجت في جدول أعماله عدة نقاط. تشارك وزيرة البيئة والطاقة المتجددة فاطمة الزهراء الزرواطي في مؤتمر المرأة والمسؤولية المجتمعية في الدول العربية التي تحتضنه العاصمة القطرية الدوحة ابتداء من الغد تحت عنوان المرأة العربية المسؤولة. تحتضن الجزائر يومي 14 و15 فبراير مؤتمرا دوليا حول الاحتلال الصهيوني وواقع حقوق الإنسان في فلسطين تحت عنوان 50 عاما من الاحتلال واقع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة عام 67 900 و1000. وهذا حسب ما أعلنته اليوم من عمان رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا بن زروقي سيدي الأخضر التي شاركت في الاجتماع الطارئ الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول القضية الفلسطينية. و17 سنة مواصلة البرامج السكنية رغم الظرف المالي الخاص الذي تشهده البلاد، إذ تم تسليم أزيد من 230 ألف مسكن من مختلف الصيغ. رباح مدوي. رغم أن بداية سنة 2017 حملت مؤشرات صعوبات في السيولة لقطاع السكن، إلا أن التدابير الخاصة المتخذة باعتباره من القطاعات الأولوية مكنته من تجاوزها بعد تسديد مستحقات الشركات المنجزة. إجراءات أبقت على الإنجاز بوتيرة أسرع كانت حصيلته تسليم 234 ألف وحدة سكنية وبجميع الصيغ. 1,600,000 وحدة سكنية اللي لازم إنجازها في ظرف 5 سنوات، واللي تغطي كل الصيغ الاجتماعية، الصيغ السكنية بما فيها السكن الريفي، السكن العمومي الإيجاري، السكن البيع بالإيجار والترقوي العمومي. نظن أنه الجزائر اليوم من بين الدول القليلة اللي فيها عدة صيغ سكنية تتكفل بكل شرائح المجتمع الجزائري. الحصيلة عرضت في اللقاء التقييمي السنوي لإطارات القطاع، أرقام مريحة استجابت وإلى حد كبير للطلب على السكن من فئات اجتماعية وجدت في تنويع العرض فرصا للظفر بسكن لائق. هذا ما تم في سنة 2017 من خلال التوزيع والتمكين لآلاف الأسر بدخول مساكنها الجديدة بأحياء راقية رعي في توزيعها وبشكل مدروس على الولايات والمدن الكبرى.
إلى اليوم يتواصل استقبالها للقاطنين الجدد من خلال عمليات إعادة الإسكان في إطار القضاء على السكن الهش. ما كنتش ننتظر في هذا النهار وين يوصل، خاصة مع المعاناة اللي كنا فيها مع السكن الهش، والفضل يعود للمسؤولين تاعنا وبالأخص بالأخص بالأخص للسيد فخامة رئيس الجمهورية، نشكروه. ما نقدرش نعبر لك الأزمة تاعي اللي كنت عايشها. كنت عايش في قسم فيه يا ربي واحد 10 متر كاري، منه المسكن، منه الأكل، منه كلش. مدن جديدة ظهرت على غرار سيدي عبد الله وبوينان وأخرى في شكل أقطاب سكنية مدمجة بمرافقها التربوية والاجتماعية، يتوقع تعميمها بصيغ كثيرة تتماشى والتوجه نحو تنويع العرض. والمعني بالسكن في 2017 كذلك مليون بناية غير مكتملة الإنجاز، يحكمها القانون 0815، تقرر تمديد أجل تسويتها إلى أوت 2019. قانون جيد من أجل تسوية البنايات، لكن لم يعني فيه قطاعات وزارية أخرى اللي تمت مشاركتها في هذا في هذا في هذا القانون، اللي حسب رأيي لم تلعب دورها كما يجب. هي أيضا الجزائر التي تبني، تعمر وتوفر السكن لأبنائها. جزائر أينما وليت وجهك وجدتها أقطابا حضارية جديدة. وفي السكنية نبقى، حيث أكد كمال نصري المدير العام للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة خلال نزوله ضيفا على برنامج أخبار الظهيرة، أكد على اهتمام الدولة بقطاع السكن وأن كل البرامج المسجلة ستسلم في أجلها للمستفيدين. من 1 جونفي 2017 إلى 30 نوفمبر 2017 قدرنا نحقق إنجاز 234 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ. أما بالنسبة لوكالة عدل أو مكتتبين البيع بالإيجار، تعليم السلطات العليا للبلاد محترمة، كل من دفع الشطر الأول له سكنه. ولذا نقول لكم بأن قبل سنة 2018 يعني حتى نهاية 2018 عندنا برنامج تاع 350 ألف وحدة سكنية، كلها تقريبا كلها في الميدان وخرجت للورشات. نذكركم بأن زدنا سجلنا في سنة 2018 إن شاء الله، وهو مبرمج في قانون المالية ل 2018 120 ألف وحدة سكنية إضافية بالنسبة لهذا الصيغة، لأننا نريد أن يكون كل من دفع الشطر الأول بالنسبة لبرنامج عدل يكون عنده السكن ديالو. وفي سياق سكني دائما، تم تسليم أكثر من 860 وحدة سكنية بعلي منجلي بقسنطينة، وهذا بعد استكمال أشغال التهيئة الخارجية وتزويدها بكامل المتطلبات. أكثر تفاصيل مع زينب برنوسي. 860 وحدة سكنية هي الحصة الأخيرة التابعة للبرنامج السكني كناب إيمو بالمدينة الجديدة علي منجلي، والتي أشرفت السلطات المحلية على توزيع مفاتيحها بعد استكمال أشغال التهيئة الخارجية. من 2006 وحنا نستناو، اليوم كما يقولوا العاقبة بالخواتم، اليوم الخاتمة أنه استلمنا المفاتيح. الحمد لله، نشكر السيد الوالي ولي ولاية قسنطينة اللي شرف على إسراء في وتيرة الإشغال. هي فرحة كبيرة كما قالوها ليا ولولادي، وكما قالوها والأهلي، وبإذن الله كما قالوها يدخلوها بالربح وبالهنا. الحمد لله استنينا ورانا كما يقولوها ننا وخلاص هذا المكان. هذا البرنامج السكني الضخم والذي وزع على مراحل متتالية يتوفر على مختلف المنشآت الاجتماعية والخدماتية الضرورية. خلال البرنامج اللي أقره فخامة الرئيس نجني ثمار البرنامج بعد عمل ميداني، وبعد تعهدنا كذلك مع مواطنينا على أننا نسلم هذه السكنات قبل نهاية السنة، سنة 2019 2017، وأردنا من خلال نهاية هذه السنة أن ندخل الفرحة، ندخل البهجة إلى 860 عائلة. وبهذا تكون السلطات المحلية قد أوفت بالتزامها وغلق ملف كناب إيمو نهائيا بتوزيع كل الحصص السكنية المتبقية على مستحقيها قبل نهاية سنة 2017.
بوزارة الطاقة تم اليوم فتح الأظرفة الخاصة باستغلال 18 مكمنا منجميا عبر 11 ولاية. المواقع المنجمية تخص مواد أولية ومواد بناء، وقد أشرفت على مراسم العملية الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. نظمت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية لقاء تشاوريا جمع مختلف الفاعلين لبحث صيغة التمويل عن طريق الإيجار المالي الموجه للمستثمرين والمؤسسات المصغرة لاقتناء تجهيزات أو عقارات لاستغلالها في المشاريع الاستثمارية. بحث السبل الكفيلة بالارتقاء بالمؤسسات الاقتصادية المسيرة من طرف سيدات الأعمال والاطلاع على آخر التوجيهات المتعلقة بتطوير مؤسساتهم أهم ما تضمنه لقاء تشاوري جمع ممثلين عن وزارة الصناعة والمناجم وأعضاء جمعية سيدات الأعمال. يمنح المعهد الوطني المختص في التكوين المهني خليل زيات بالبليدة يمنح تكوينا نوعيا غنيا ومتنوعا في العديد من التخصصات مع تأطير مستمر ومتابعة ميدانية، ومن بين الشعب التي تعرف إقبالا من قبل الشباب شعبة الفنون والصناعات المطبعية. راديا تشوتشي زارت المعهد وعادت بالروبورتاج التالي. لم يتبقى من مساره التكويني سوى السداسي الأخير لينال شهادة تقني سامي في شعبة الفنون والصناعات المطبعية. عبد الرحمن وأصدقائه اختاروا هذا التخصص لما يحمله من أفاق مستقبلية تستجيب لمتطلبات السوق. كان عندي أصحابي في سبيسياليتي هذه، بدأت حوست عليها وبحثت عليها، استهب لي حاجة هايلة تقدر تخدم بها برا. ما كاينش اللي يخدم بها بزاف، صافي حنا دوكا كيما رانا هكا دي ستاجير ورانا نخدمو، رانا نقبلو دي بروجي صغار هكا ورانا نخدمو. واحد عنده طموح في هاد لا سبيسياليتي ان شاء الله نحلو واحد ناي بوركوا با نزيدو دو بليس لا برودكسيون الجيريان اون جينيرال. وإلى جانب إعطائهم تكويناً نوعياً يحرص المعهد الوطني المختص في التكوين المهني بولاية البليدة على التأطير المستمر للمتربصين ومتابعتهم بيداغوجياً من قبل مكونين معتمدين ومعلمي التمهين. لو متر دابرونتي لابرونتي شو اللي يقول لك انا ما قريتش تيوريكمو، ومن بعد ما كيروح للسنتر واش يقول لهم ما درتهاش في البراتيك. دونك هذه واش جابونا شغل راسومبلام لنا هنايا باش نهضروا مع تاع لو سنتر باش نحلوا هذه المشكله. سيتي فورماسيون بيداغوجيه نعلموهم باغزومبل في لي موديل تاع كومونيكاسيون كيف يديروا الاتصال، كيف يتواصلوا مع لي زابرونتي، نعلموهم كاين نوتر موديل تاع ليجيني سيكوريتي امن والسلامه، كان نوتر موديل انتريسون ثاني هو اللي يعاد نعرفوهم على كاع لا ريغلومونطاسيون كاع القوانين اللي يتعلقوا بالتمهين. الولوج الى عالم الشغل والمشاركه في تطوير شعبه الفنون المطبعيه هو ما يأمله هؤلاء الشباب بعد انهاء تربصهم، ولما لا دخول عالم المقاولاتيه. إلى قطاع الصحة، وفي لقائه مع ممثلي التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين وعلى خلفية الإضراب الذي دخلوا فيه منذ أسابيع، أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسب اللاوي على أن مطالب المضربين أخذت بعين الاعتبار على غرار تنظيم الخدمة المدنية. حسب اللاوي تحدث أيضا عن إجراءات تحفيزية لفائدة الأطباء من بينها توفير السكن. الإجراءات راح تتخذ في إطار القوانين اللي هي في حوزتنا اليوم، وبعض الإجراءات راح تطلب وقت باش نتخذها وباش وضعية الطبيب المقيم عندما يتحصل على الشهادة تاعو ويروح في إطار الخدمة المدنية يكون ظروف العمل تاعو في تحسن. ماشي غير التنظيم، هو تحسين الخدمة المدنية لكي الطبيب لما يروح
pour son poste de travail تكون عنده تحفيزات اللي هي ما راهيش حاليا في 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 مثل السكن ومثل اجراءات اخرى اللي تكلمت عليهم، هي الالتزام بالخدمه المدنيه، وراح يكون عندها وجه اخر في اطار كل الاجراءات والتدابير اللي راحين ناخذوها في اطار هذه الخدمه المدنيه راح تتكرس في ضمن مشروع القانون الصحه الجديد ان شاء الله. تربويا الآن، فتحت المؤسسات التربوية أبوابها أثناء العطلة الشتوية لتقديم دروس دعم واستدراك للمتمدرسين بتأطير من أساتذة نظاميين وذوي خبرة في مختلف الأطوار التعليمية، وقد خصصت الوزارة الوصية ميزانية لهذه العملية. صبرين سالم. تراجع دروسها يوم عطلة، تثابر لجني ثمار دروس الدعم لتحقيق هدفها الأسمى نيل شهادة البكالوريا، فرصة على تلامذة كل الأطوار التعليمية اغتنامها. سورتو كي نجو للمسيد ودعمونا الإدارة منا قانوننا لازم نجو لازم تقرا، وكي انا نجو انا نتعلمو شغل ماغري كو مازال عندي هذاك الضعف مي تحسنت بارابور كيما يكون عندي جد نقائص، خاصة وان النتائج تاعي كانت في الفصل الاول جد ضعيفة، يعني متوسطة، يعني بفضل الله عز وجل الحمد لله الإدارة مع الدروس هذه والأساتذة اللي هم يدعمونا الآن، والله الحمد لله أني داركت هذه النقائص والحمد لله. بصفة عامة احنا نستعملوا دائما دروس الدعم في بالنسبة لعطلة الشتاء ولا عطلة الربيع، وعندنا من في سائر الأيام، عندنا يوم السبت وكذلك مخصص للدعم للتلاميذ، مثلا نشرح لهم حاجة نقول لهم هذه خلاص، كي نعاود نسألهم عليها نصيبهم فهموها. رزنامة سنوية مخصصة لهذه الدروس سطرتها الوزارة الوصية من شهر أكتوبر إلى غاية شهر ماي لتمكين التلاميذ من استدراك النقائص باللجوء إلى مدارسهم كأفضل سبيل. بدون أن نطرح مشكل الدروس الخصوصية يمكن جدا أن يكون البديل، والبديل موجود، هي مؤسسة الدولة اللي فيها أساتذة التلاميذ نفسهم أصدقائهم زملائهم المحيط، حتى المحيط اللي يجعل تبنى هذه الثقة حتى يلتحق التلاميذ بدروس الدعم. الدروس الخصوصية ما نلقاش راح كما نلقاها هنا. جهود مبذولة للاستفادة من مراجعة في كل المراحل التعليمية لاستقبال الفصل الثاني بمستوى أحسن. سخرت المديرية العامة للأمن الوطني نحو 60,000 شرطي من مختلف المصالح عبر كامل التراب الوطني ضمن إجراءات وتدابير لاستقبال السنة الميلادية الجديدة 2018. جاء هذا خلال ندوة إعلامية عقدها إطارات المديرية العامة للأمن الوطني بمقر المدرسة العليا بشاتونيف، حيث تم استعراض مختلف التدابير الاستباقية لضمان الأمن والطمأنينة عبر الساحات العمومية ومحطات النقل المختلفة. هناك عدة احتفالات وهناك عدة تنقلات للمواطنين بهذه المناسبة، لذلك فإن المديرية العامة للأمن الوطني تتخذ كل الإجراءات الاستباقية والوقائية من أجل تأمين هذا الحدث البارز الذي يحتفل به كما تعلمون في كل أنحاء العالم وفي الجزائر خاصة. وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك اليوم 3 تجار مخدرات وحجزت كمية من الكيف المعالج. من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل بعنابة محاولة هجرة غير شرعية لـ20 شخصا، كما أوقفت عناصر الدرك الوطني بتندوف 8 مهاجرين بطريقة غير شرعية من جنسية مختلفة. يشيع اليوم جثمان الراحل محمد عباس الذي وافته المنية أمس، وهو إطار سابق بالتلفزيون الجزائري. وإثر هذا المصاب الجلل يتقدم وزير الاتصال جمال كعوان بتعازيه الخالصة لعائلة الفقيد، راجيا من المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان. إن لله وإن إليه راجعون. أخبارنا متواصلة وتتابعون فيها.
لافروف يعلن أن التوتر المتصاعد في شبه الجزيرة الكورية سببه التصرفات الأمريكية غير المقبولة. ولنا أيضا وقفة عند تغيت وابن عباس، وجهتان سياحيتان تعول عليهما ولاية بشار للنهوض بقطاع السياحة. أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا أنه تم البدء في عمليات إجلاء طبي من منطقة خاضعة للمعارضة السورية المسلحة في الغوطة الشرقية. ميدانيا نفذت وحدات من الجيش السوري عمليات نوعية ضد تنظيمات مسلحة في ريف حما الشمالي الشرقي. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لنظيره الأمريكي ريكس تيلرسون أمس إنه من غير المقبول أن تتسبب واشنطن في بتصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية بتصريحاتها العدوانية وزيادة تواجدها العسكري. وأوضح بيان صحفي لوزارة الخارجية الروسية إن الجانبين أعلنا خلال مكالمة هاتفية بأن تطوير الصواريخ النووية لبيونغ يونغ ينتهك مطالب مجلس الأمن الدولي، مؤكدين على الحاجة إلى انتقال مبكر من فرض العقوبات إلى عملية المفاوضات. تتواصل عملية فرز أصوات الناخبين في أعقاب انتهاء عملية التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في ليبيريا لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين مرشحين هما نجم كرة القدم السابق جورج ويا ونائب الرئيس جوزيف بوكاي خلفا للرئيسة المنتهية ولايتها إيلين جونسون سيرليف. ومن المتوقع أن يعلن عن النتائج خلال الأيام المقبلة. نختم النشرة من تغيت وابن عباس، الوجهتين السياحيتين بامتياز اعتبارا للمقاومات التي تزخران بها فضلا عن كرم الضيافة. تقول جويدة بابا أحمد. أجمل المناطق السياحية بالجزائر. تغيت، لؤلؤة الصحراء. هنا يسلب عقل الزائر بجمال الطبيعة. كثبان رملية ذهبية. قصور عتيقة. واحات نخيل خلابة. هنا ينحني الزائر تقديراً أمام البشاشة وكرم الضيافة. فلك أن تختار طريقة استكشافك للعرق الغربي الكبير، فإما بالتزحلق أو بالتحليق أو بركوب الجمال، بل وحتى سيراً على الأقدام تحت سماء صحرائنا الخلابة. لمحة صغيرة عما يخبئه جنوبنا الكبير من أسرار تعجز الكلمات عن وصف جمال طبيعته وروعة مناظره وفن الاستضافة لدى سكانه. نهاية ونشر مشاهدينا، قبل أن نفترق نذكركم بأبرز ما ورد فيها. وزير الصحة يؤكد أن مطالب الأطباء المقيمين أخذت بعين الاعتبار لتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية خلال لقائه بممثلي التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين. في حصاد 2017 قطاع السكن يقطع أشواطا كبيرة بفضل برامج طموحة للقضاء على السكن الهش والفوضوي. وفي قسنطين أكثر من 800 وحدة سكنية تسلم لمستحقيها. كما وقف
تصنفنا في النشرة عند المؤسسات التربوية التي تفتح أبوابها خارج ساعات التدريس لتقديم دروس دعم واستدراك للارتقاء بالمستوى التحصيلي. ختام النشرة مشاهدينا، شكرا لكم على كرم المتابعة، دمتم بألف خير.